استنى. امريكا دي منظر في الناس دول، امريكا دي منظرها وحش قوي، وعايزين نرجع مصر، يعني البلد دي زباله وام الزباله وارفع الزباله كمان، واللي جاب المصر على امريكا على كل الناس اللي جابت امريكا على. طب هي المزز مالها بس؟ المزز ما المزز على مفصول ولاد الأدب، ربنا يطلع عين أمريكا يا رب ويشفف مصر يا رب، عشان مصر هي اللي جميلة يا رب، ربنا يطلع يا رب. طب هي الموزز مالها؟ الموزز مالها مين؟ البنات مالهم ومال الموزز، والموزز مالهم ومال البنات، ولا أنت لخبطتيني؟ الموضوع كله فيه إيه يا حبيبة؟ ليه؟ احنا مش عايزين المزز دي خالص، عايزين حد تاني يجي لنا يودينا مصر دي محترمة، مصر دي ليها مزز جامدة، بس مش زي أمريكا كده، دي أحلى من أمريكا. لا بس المزز المزز في مصر تعبانين شوية في دماغهم، هنا المزز مفتحين، ولا أنت رأيك إيه؟ حبيبة أمين، المنظر ده كله عشان بيجي